هو رجل من قدماء مؤرخ العرب ومن أبرز علماء وحفاظ الحديث، كان بحرا من بحور العلم، العلامة الحافظ صاحب السيرة النبوية الإمام الجليل أحمد بن إسحاق، يكنى بأبي بكر. كان من أقدم مؤرخ العرب وأحسنهم سياقا للأخبار، عالما بالسير والمغازي وأيام الناس وأخبار المبتدأ وقصص الأنبياء، وكان ثقة حسن الحديث. ولد ابن إسحاق في المدينة المنورة سنة 80 للهجرة، وكانت نشأته في المدينة المنورة سببا في تحصيله العلمي، فتعلم على يد علمائها وأخذ عن فقهائها وسمع من محدثيها، ورأى بعض الصحابة المعمرين أمثال أنس بن مالك وسهل بن سعد، وأقبل على علم الحديث بالمدينة المنورة والحجاز في سن مبكرة، فأخذ عن عدد كبير من كبار أعيان التابعين، ومنهم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأبان بن عثمان بن عفان، وأبي سلمة بن عبد الرحمن. كان أبوه مشغوفا بجمع الأحاديث والأخبار، وكان يروي عن أبيه في كتبه، ولذلك فإنه بدأ في طلب العلم في سن مبكرة، اشتغل برواية الأحاديث، ثم وسع مداركه بزيارة الكثير من العلماء، ثم أخذ يتجه إلى مختلف العلوم، وراح يتتلمذ على علماء عصره مثل عاصم بن عمر بن قتادة وصالح بن كيسان وعقيل والزهري، وكان من أشهر تلاميذ ابن شهاب الزهري. ولم يكتفي بذلك، بل رحل إلى الإسكندرية فأولع بالأدب وأظهر الاهتمام بمعرفة التاريخ ووقائع العرب وأيامهم، وروى عن جماعة من أهل مصر منهم عبيد الله بن المغيرة، ثم نزل العراق بعد ارتقاء العباسيين الحكم، فنزل الكوفة وسمع من أهلها والجزيرة والري، واتصل بالمنصور. قال عنه الزهري: لا يزال بالمدينة علم جم ما دام فيهم ابن إسحاق. وكان من حفاظ الحديث، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث في زمانه. وفي ذلك يقول ابن حبان: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، ومن أحسن الناس سياقا للأخبار. وقال عنه الشافعي: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. كان ابن إسحاق من أحفظ الناس، فإذا كان عند الرجل خمسة أحاديث أو أكثر فاستودعها عند ابن إسحاق، قال: احفظها علي، فإن نسيتها كنت قد حفظتها علي. وكان ابن إسحاق أول من جمع مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن غادر ابن إسحاق المدينة المنورة بصفة نهائية واتجه إلى العراق بعد قيام الدولة العباسية، ارتحل إلى الكوفة فأقام بها وسمع منه أهلها، ودعا صيته فاتصل به الأمراء والولاة. قال عنه الحموي: وكان محمد بن إسحاق مع العباس بن محمد بالجزيرة، وكان قصد أبا جعفر المنصور بالحيرة، فكتب إليه المغازي فسمع منه أهل الكوفة لذلك السبب، وسمع منه أهل الجزيرة حين كان مع العباس بن محمد، وأتى الري فسمع من أهلها، فرواته من هذه البلدان أكثر ممن روى عنه أهل المدينة، وأتى بغداد فأقام بها إلى أن مات. وبعد حياة حافلة بالعلم في سبيل الله، توفي سنة 52 في بغداد، ودفن في مقبرة الخيزران عن عمر ناهز 70 عاماً.